من سيد عبد الحفيظ برضه استوقفني وعايز اعلق عليه الكابتن سيد حبيبي طبعا يسمح لي بس، بيقول ان كهربا اتظلم و اتظلم ظلما كبيرا وتعرض لظلم كبير ويعني ممكن يكون يقصد ان كهربا اتظلم وتعرض لظلم من مرتضى منصور وبسببه رحل عن الزمالك وكاد مستقبله يضيع ثم جاء الى الاهلي، هذا ما يقصده. والله بص يعني عايز اقول للكابتن سيد عبد الحفيظ يعني نفسنا نغلق ملف الماضي، يعني نفسنا نغلق ملف الماضي كله. كامل الاحترام لحضرتك وكامل الاحترام للمستشار مرتضى منصور، انت بتقول ان مرتضى منصور مثلا ظلم كهربا، لان كلمه الظلم معناها ان مرتضى منصور ظلمه فعشان كده طفش من الزمالك. يا ريت ننسى كل الملف ده يا جماعه، يا ريت ننسى كل الملف ده. في النهايه كهربا لسه من 3 4 ايام بعت 35 الف دولار ولا فرنك سويسري لعلي العباس المحامي بتاعه عشان يكمل استئنافه، لانه ليه درجه في الاستئناف في موضوع نادي الزمالك. فبدل الموضوع محاكم يعني بلاش ندغدغ مشاعر الجماهير ونقول كهربا اتظلم ويروح ردد عليك يا كابتن سيد زملكاوي يقول لك طب ولو كهربا كان في الاهلي وعمل ده وراح نادي الكوبري عشان يجي الزمالك كنت قلت ايه؟ ما هو في ناس عندها معتقدات يا كابتن سيد مقلوبه، في ناس ما زالت بتقول ان كهربا متآمر وعامل ده بالاتفاق، وفي ناس عارفه الحقائق بتقول اتظلم، وفي ناس عارفه حاجات تانيه بتقول لك هرب. فنفسي يا جماعه نقفل الكلام في الماضي عامل زي النبش في القبور. يا جماعه كهربا بعت للمحامي بتاعه 35 ألف دولار، علي عباس ده ولا العباسي، عشان يكمل الاستئناف بتاعه. وانا بقول لك ان الكابتن سيد كان بيقصد اتظلم بتزوير عقده زي ما قال ابو ناصر. طب ما الكابتن مجدي عبد الغني اللي عمل العقد يا صاحبي، يا محمد يا رمضان انا فاهم والله والله عارف، خلي بالك انا مش ضد الكابتن سيد يا صاحبي، انا بقول لك عايزين نقفل الملف ده ملف معفن. ونفسي والله وانا في مكه اهو كهربا وصديقي وحبيبي، يا ريت يا كهربا تنهي هذا الملف، وانا عارف انه سينتهي خلال ايام، ولكن الكابتن مجدي عبد الغني هو اللي عمل العقد كان رئيس لجنه شؤون اللاعبين وقتها، واقسم بالله انه مش مزور. وبعد كده عايز اقول لك على حاجه، وانا بسال الاستاذ محمد رشوان بقول له طب الناس بتقول ان العقد مزور، هترفعوا قضيه؟ يعني انصحوا كهربا انه يرفع قضيه. قال لك مش هينفع يترفع قضيه. طب خلاص يا جماعه بدل ما فيش دليل ما نقدرش نحكم انه مزور ولا غير مزور، مش عايزين نصدق السوشيال ميديا في اي حاجه. عشان كده انا بتكلم حتى مع الكابتن سيد عبد الحفيظ ليس اعتراضا ولا انتقاد، لا مش عايزين نتكلم في الماضي خالص. الزمالك مصمم على انه ياخد كامل المبلغ بلا اي تقسيط، وفي نفس الوقت الزمالك مصمم على انه ياخد حقه، وكهرباء عنده درجه تقاضي خلصها الراجل عادي، محدش هيقول للقضاء لا، يعني سواء محكمه دوليه ولا مش دوليه. فيا ريت كهرباء يخلص الموضوع ده دلوقتي، العلاقه زي الفل ما بين الاهلي والزمالك والدنيا زي الفل. وعلى فكره الاجتماع هيحصل 15 او 16 او 17 نوفمبر الجاري في نادي الزمالك، مجلس اداره النادي الاهلي هيروح لمجلس اداره نادي الزمالك يهنيه، وهيبقى في قعده وفتح لكل الملفات وبروتوكول جديد وعلاقه جديده. والكابتن اسيل لبيب سيجتمع بالكابتن محمود الخطيب قعده خاصه وسريه، وبعد كده المجلسين هيجتمعوا ويقعدوا مع بعض. والكابتن اسيل لبيب راجل محترم جدا، والكابتن محمود الخطيب اسطوره ومحترم وفوق الاحترام. وديكم شفتوا لعمري فاروق في المستشفى، الكابتن حسين لبيب راح المستشفى لعمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، والكابتن محمود الخطيب تواجد هناك، ومحمود بظاهر وكل الناس. يا جماعه والله العظيم في ناس عايزه تولع السوشيال ميديا نار. الحمد لله بالسلامه، عاملين حسابك والله. اتفضل. اتفضل. اخلص عادي دلوقتي. اتفضل. فالعلاقات الطيبة يا جماعة مفيش أحسن منها، والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة صدقة. وربنا سبحانه وتعالى
بيكرم صاحب الكلمة الطيبة. والرسول قال لك تبسمك مش الكلمة، التبسم. فيعني بلاش يا جماعة نقعد ننبش في الحاجات اللي تزعل، عايزين نتكلم في الحاجات اللي تقرب. كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي رايحين نادي الزمالك 15 أو 16 17 نوفمبر، وبروتوكول جديد وعلاقات جديدة ودنيا جديدة. وأهم الملفات اللي لازم تنتهي بسرعة ملف كهرباء، لأنه ملف احتقان وملف وقيعة ما بين الناس. كهرباء ابن حلال وراجل محترم، له ما له وعليه ما عليه في الملف ده. أيا كانت الأسباب نقفل الماضي ونبص للمستقبل. أرجوكم نقفل الماضي ونبص. تعال بقى نفرح، أقول لك محمد صلاح النهارده جاب هدفين وبقي 200 هدف. يعني أهو قبل ما نتعشى أستضيف للحديث عن صلاح أستاذي وأخويا المحترم الأستاذ العوض النمر اللي قابلني في الحرم المكي النهارده، وأنا سعيد جدا إن أنا ألتقيه. الناقد الرياضي والإعلام المصري اللي مشرفنا في البيان الإماراتية ومعلم الأجيال 35 سنة في الإمارات، نموذج محترم يحتذى بيه. اتفضل يا أستاذ عوض. نموذج محترم يحتذى بيه كده الدقايق قبل العشاء ما ينزل عشان أوريكم السمك. عزمنا عم علام على أكل السمك حكاية في الدرة هنا في مكة. أستاذ العوض النمر مساء الفل. مساء الخير يا كابتن عبد الناصر، وأنا سعيد إن أنا شفتك، ورب صدفة خير من ألف ميعاد، التقينا في أطهر مكان وأحسن مكان هو في الحرم المكي الحمد لله. يعني خلي بالكم أنا كنت داخل من باب عم علام، والله وليد بيقول لي تعالى ندخل من الباب ده، قلت له أقول لك ما تيجي بص الباب اللي بيودي على السطح، رايح على السطح. رحت دخلت من الباب أطلع السطح، راح قال لي أنت ممكن يكون حر، نصلي المغرب ونطلع السطح. قلت له يلا والله إحنا داخلين هنا واقف. راح جاء الأستاذ العوض النمر قال لي أنا هنا باجي، جيت الجمعة وباجي من العصر للعشاء. اللهم نصيب. وبعد كده قال لي إيه؟ قال لي وعزمك على العشاء. قلت له لا أنا وأنت نروح نتعشى عند علام كشك. والله سبحان الله، اللقى نصيب. نعم. واللقى معدودة ومعروفة. فربك سبحانه، أنا سعيد جدا بوجودك. وأنا سعيد. وبما إنك أنت من أساتذتنا في مجال الإعلام و35 سنة في الإمارات وكمان 10 قبلهم في مصر، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني معلم اجيال بجد. يعني فتحنا ملفين، بس عايز ابدا بمحمد صلاح النهارده. هدفين والوصول لرقم 200 في الدوري الانجليزي ما شاء الله، ودخول التاريخ من اوسع ابوابه. خلى الناس عرفت قيمه الكلمه اللي قالها الرموز ليفربول عندما عرض على صلاح ملايين اتحاد جده، مع كامل الاحترام للدوري السعودي ودون انتقاص من قدره الكبير، لانه شرف لينا اللي بيحصل في السعوديه وانها تاخد كاس عالم 34. لان ده فخر لينا ان ثلاث فرق عربيه في اقل من 10 سنين او 15 سنه، قطر وبعد كده المغرب وبعد كده نيجي على السعوديه، ده حاجه ما كناش نحلم بيها. شايف هذا الانجاز الذي يفوق الملايين؟ يمكن حتى اخواننا السعوديين دلوقتي عرفوا ان اللي بيعمله صلاح هو نصيب، لانه صلاح جاي السعوديه ما تقلقوش. يعني اولا بدايه انا احب اهني الاخوه في السعوديه على استضافه كاس العالم، واستضافه مشرفه 34 بدون اي منافس طبعا، وتكاتف دول العالم مع الملف السعودي لدرجه ان يعني كان في نيه للبعض ان هو يتقدم معاهم في الملف ولكن انسحبهم تقديرا للسعوديه بعد ما شافوا الاعجاز اللي حصل في قطر والتنظيم المبهر اللي حصل من قطر. فالف مبروك للاخوه في السعوديه، وانا على ثقه ان شاء الله ان السعوديه هتطلع نسخه مشرفه كما شرفت قطر العالم باستضافتها النسخه الماضيه. بالنسبه لمحمد صلاح، يعني كل يوم بيثبت ان هو خير سفير للعرب في الكره العالميه. صح. وليس الكره الانجليزيه بس. النهارده صلاح نضج، صلاح بقى لاعب مؤثر. تخيل ان اللي احنا عارفين كلنا وحضرتك عارف ان الاستثمار الرياضي في الدول الاوروبيه مغري، واي فلوس بتيجي لبيع اللاعب ما بيصدقوا ان هو يبيعوا اللاعب ويستفيدوا بالفلوس. ما حصل لمحمد صلاح من الملايين اللي عرضت لانتقاله، انا مش عاوز اقول بيع لان اللاعب لا يباع. صح. هي بطاقته. صح. اللي كان هتباع، ولكن محمد صلاح بيثبت ان هو لاعب ذو ثقل، لاعب مميز، لاعب يصعب تكراره. تحول لرمز في ليفربول،
رمز عربي، احنا كمان فخورين بيه كرمز عربي في الكره الاوروبيه. الحقيقه انا مبسوط لصلاح وتسجيله هدفين النهارده حاجه تشرف، وبالمناسبه دي فريقه بقت الوصيف. كان احنا كنا بادئين بالسابع والثامن، النهارده ليفربول وصل للوصافه. نتمنى ان شاء الله ان هو يتصدر. انا نفسي صلاح ياخد بطوله اوروبيه. صلاح حرم ان هو ياخد بطوله قاريه مع مصر، منتخب مصر، انا نفسي ياخد بطوله ياخدها تاني، ان هو خد دوري ابطال اوروبا. لان دي يا استاذ عبد الناصر دي العقبه الوحيده امام فوزه بلقب افضل لاعب. ولو ربنا كرمنا وروحنا كاس عالم وخدنا حاجه متقدمه، ما تنسيش برضه كان نبقى منصفين، وان كنا بس عشان اليوتيوب حاضرنا في حاجات كتيره في الكلام، حساباتها تسويقيه وحساباتها بعيدا عن الكوره كتير جدا. يعني ريت حد كريستيانو هزأ واستهزأ من اختيار ميسي. يعني النهارده انت بتختار ميسي عشان كاس عالم قبر اللي خلصان من 9 اشهر. طب هالاند اللي خد جميع البطولات اللي شارك فيها، امبابي، يعني انت ظلم بين. يعني احنا مش عاوزين نتكلم في الفساد المستشري في المنظومه الرياضيه، مش عاوز اقول. هو صلاح لو ربنا كرمنا وجهنا كاس عالم هيفرق معاه. ولكن يا استاذ عبد الناصر في نقطه مهمه، ارجو 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 من الاخوه اللي لهم تصويت في المنظومه العربيه، ارجو من الاعلام العربي يدعم صلاح. لان ما تعرض له صلاح في الفتره الماضيه حقيقي يحزن ومخزي. يحزن. احنا في كل مره في الكوره الذهبيه نفاجئ بخذلان عربي من قبل المصري. يعني انا لو اطلع حضرتك على نتيجه التصويت الفتره اللي فاتت لصلاح، ولا واحد ادى صلاح لا مركز اول ولا مركز ثاني ولا مركز ثالث، عربي. ولا واحد عربي. ولا واحد عربي. اذا عرفت المعلومه دي يا معلم. ايوه. ولا واحد عربي صوت لصلاح في النسخه اللي فاتت. بيقولوا فلسطينيين. لا اول ولا ثاني. فلسطينيين بيصوتوا. اقرب مركز خده محمد صلاح في الاستفتاء الماضي كان المركز الثالث. واحد صوت. وفي الاجمالي طلع ال 11. للاسف يعني انا عشان كده والله ماشي كل من في منظومه التصويت ادعموا محمد صلاح، لان محمد صلاح نموذج عربي مشرف يصعب تكراره في السنوات المقبله. انا من ضمن الحاجات اللي حبيت انقب عليها، ليه صلاح كان مرحب بعرض اتحاد جده ولكن بضوابط ما تكونش المره دي، يعني مش الفتره دي. الراجل رحب ولكن ما ينفعش في الفتره دي. نمره 2 ترك الموضوع لليفربول. نمره 3 صلاح مؤسسه، دي اهم معلومه جت لي، ان صلاح مؤسسه. يعني ايه مؤسسه؟ صلاح عنده استثمارات في لندن. فعشان يتخذ القرار لازم يتخذ بجميع ابعاده وليس بعده الكروي. وتمسك ليفربول كمان ده مؤشر لحاجات كتيره قوي. ومستشارين ملايين قالوا له البيزنس في لندن بتاعه ممكن، يعني لو هياخد كام؟ يعني وصل المبلغ ل 250 مليون دولار. دخلنا في ربع مليار، لان رئيس نادي اتحاد جده لما سافر كان واخد يعني كونفيرم هات صلاح معاك. فالارقام اتفتحت وصلت ل 300 كمان، البعض بلغ وقال اكثر من 300. لكن اخد 300 من هنا واخسر على الراوند البعيد استثمارات، فالحسابات مختلفه. فعشان كده قلت حتى لاخواننا السعوديين، يا جماعه ما حدش يزعل، الحسابات مختلفه. الحسابات مختلفه، ولكن اتمنى ان محمد صلاح يواصل، لان لو ربنا كرم صلاح كمان حتى في الدوري الاوروبي وخد الدوري الاوروبي ورحنا كمان احنا مصر كاس عالم وخد بطوله زي ما انت قلت قاريه وافريقيا. قاريه. نعم. تفرق كتير مع محمد صلاح. في نقطه تانية انت حضرتك اثرتها وانا حقيقه اتشديت لها جدا وانا قاعد بتابعك، اللي هي الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي يا استاذ عبد الناصر، كل الاتحادات في العالم القاريه تطورت الا الاتحاد الافريقي. صح. لان الاتحاد الافريقي معجون بالفساد. ما يحدث في الاتحاد الافريقي ده يعني حاجه تخزي في كل الامور. النقطه الثانيه اللي هي حته الكوادر المصريه. الكوادر المصريه انت ذكرت
امور كتير جدا وانت ادرى مني بما يدور، ولكن انا هديك نقطه واحده او نقطتين. نقطه محاربه هاني بوريده القيادي المصري الوحيد اللي بيمثلنا في الاتحاد القاري والاتحاد الدولي، رب ناس كتير عماله تحارب هاني بوريده. طيب انت هتحارب هاني بوريده؟ ماشي اوكي، هاني بوريده يمشي، عندك مين بديل؟ فيش. انت خسرت وخسرت على الصعيد الدولي وخسرت على الصعيد القاري. هاني بوريده اتعمل في سنوات طويله، وهاني بوريده اكتسب خبرات من الناس اللي اشتغل معاهم. صح النهارده اوكي، زمان بقول لحضرتك هل ماشي هاني بوريده، عندك مين بديل؟ ولا حد.